اهلا بكم في بيم 360 اوبس، معكم عمر سليم. هنشوف ازاي اخد المعلومات من الريفت لبيم 360 اوبس. اول حاجه اعملها ان انا هختار المبنى بتاع بيلدينج واقول له اعمل لي جنريت اكسبورت كود. هاخد الكود دوت وهروح للريفت واكون واقف في 3D واروح رايح للادنس واقول له اكسبورت بيم 360 اوبس. كده انا خدت كود اللي يخلي المعلومات ديت تعرف هتروح في اي مكان في قلب الموقع. تمام، بيقول لي اكتب واقول له سبميت، هو يبدأ يرفع كل المعلومات. تمام، هياخد وقت فخلينا نوقف في التسجيل. هو ده خلص نقل، بيقول لي اكسبورت فيلد، بقول له فيكس ذس، في حاجات بسيطة كده ملهاش أي لازمة خالص. تمام عادي يعني. طيب دلوقتي بعد ما عملت الموضوع دوت افتح الموقع واروح للمبنى اللي هو 13. تمام، لو قلت له اسيتس الاول كان بقى فاضي، دلوقتي بدأ ياخد كل المعلومات اللي موجودة في المشروع. يبدأ يقول لي كل الباركنج سبيس المعلومات بتاعتها، لو عايز تضيف بعد كده صور، لو عايز تضيف اي حاجة تقدر تضيفها على طول بدون اي مشاكل خالص.